خطوات الإنقاذ للأطفال، وضع الغريق على أرض مستوية، منادات الغريق وهز كتفيه للتأكد من استجابته. يتم التحقق من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر. اطلب من أحد الأشخاص المتواجدين الاتصال بالإسعاف 997، وفي حال عدم تواجد شخص آخر قم بالاتصال على الإسعاف. وضع الهاتف على مكبر الصوت. إذا كان الغريق يتنفس ضعه في وضعية الإفاقة وانتظار سيارة الإسعاف. يجب الحرص على إبقاء مجرى الهواء مفتوحا. إذا لم يكن يتنفس قم برفع رأس الغريق عن طريق وضع يد على جبينه ويد أسفل ذقنه ورفعه بحذر، وذلك لفتح مجرى التنفس. تحسس أعلى الفخذ أو تحسس مكان الحنجرة تفاحة آدم في الرقبة باستخدام إصبعين أو ثلاثة، والنزول إلى التجويف بجانبها، والتأكد من وجود نبض لمدة لا تزيد عن 20 ثواني. عند وجود النبض البدء بإجراء التنفس الصناعي عن طريق إغلاق فتحة الأنف بإحكام. النفخ في فم الغريق مرة كل 3 إلى 5 ثواني، مع مراقبة ارتفاع الصدر بعد النفخ والانتظار حتى يهبط. التحقق من النبض كل 2 دقيقة. عند عدم وجود نبض وعدم وجود التنفس يجب البدء بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، وتكون ضع كعب رسغ اليد في منتصف صدر الغريق بالجهة السفلية من عظمة القص. الحرص على أن تكون ذراع المنقذ مستقيمة ويكون كتفه مواجه لصدر المريض، والضغط على الصدر بشكل مستقيم. القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، وهي عبارة عن 30 ضغطة على الصدر، وإجراء التنفس الصناعي بالنفخ مرتين، ويكون الضغط بعمق 5 سنتيمتر، مع مراعاة إعطاء النفس مرتين بعد كل 30 ضغطة، مع مراعاة ارتفاع الصدر، بحيث يكون عدد الضغطات بمعدل 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة، مع السماح للصدر بالرجوع إلى وضعه الطبيعي بعد كل ضغطة. الاستمرار بالضغط وتجاهل أي مشتتات خارجية. فحص النبض كل 2 دقيقة. تكرار القيام بالإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى إلى أن يستيقظ الغريق أو وصول سيارة الإسعاف.